بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين الكهرومغناطيسية في هذا التمرين الثاني. قال لك لدينا واشعة طولها 50 سنتيمتر وقطرها 4 سنتيمتر، أكد لي على هذا الزوج. تحتوي 1000 لفة ويعبرها تيار كهربائي شدته تساوي 300 ميلي أمبير. لازم كي تقرا النص تاع التمرين كي تفهم النص واش راه يقصد، راك التمرين راك حليت نصه. سؤال اول قالك هل يمكن اعتبار ان قيمه الحقل المغناطيسي في مركز الواشعه معطى بالعلاقه ب تساوي 4 بي في 10 قوه ناقص 7 ان على اي؟ صح، تبع. لماذا اعطينا قيمه قطر الواشعة؟ علاه مدينا قيمة قطر الواشعة؟ أتفكر فيديو الأخير تاع الدرس، أي الفيديو رقم 12. ها صح. ثانيا أحسب قيمة الحقل المغناطيسي داخل الواشعة. داخل الواشعة يعني لاحظ هاي الواشعة، حقل المغناطيسي داخل الواشعة. شوف خطوط الحقل، ها هو الشمال، ها هو الجنوب، لو نور لو سود. خطوط الحقل خارج الواشعة تكون دائرية، وداخل الواشعة تكون مستقيمة. صح. عاودوا نمروا للتمرين تاعنا. ثالثا نضيف للواشعة واشعة ثانية مماثلة لها، يعني كيف كما هي، لتكون واشعة طولها ضعف الأولى. نضيف لها واشعة أخرى، يعني مثلا عندنا واشعة هكذا، هذه الأولى، نزيد لها الثانية تكون كيف كما هي لكنها ضعف الأولى، يعني الدوبل تاعها. إذا كان هذه ال، هذه مثلا 2 ال ضعف تاع هذه، يعني هذا هو المعنى. لازم تفهم واش يقصد في اللعبة. صح. ما هي إذن هنا قيمة الحقل المغناطيسي داخل هذا المجموعة؟ اللي يوصل ويفهم يجاوب على السؤال الثالث هذا صحيح أو فهم الدرس. صح. رابعا نضع الواشعة داخل واشعة أخرى، يعني واشعة، هيا واشعة، واشعة هكذا ولها نفس الطول، نجي نحط داخلها واشعة أخرى ولها نفس الطول. هذه الواشعة وداخلها واشعة أخرى لها نفس الطول ونفس عدد اللفات، يعني 100 لفة، كي اللي باللون الأزرق 100 لفة، اللي باللون الأحمر 100 لفة، لكن القطر تاعها 6 سنتيمتر، يعني اللي باللون الأحمر 4 سنتيمتر، دي يساوي 4 سنتيمتر، نرمزو لو دي نسبة إلى الكلمة الفرنسية ديامتر، ديامتر، ونصف القطر نرمزو لو ار نسبة إلى الكلمة الفرنسية ريون، أن ريون، نصف القطر. صح. أما اللي بالأزرق لاحظ القطر تاعها شعال 6 سنتيمتر، هذا هو واش يقصدو. صح. نوصل الواشعتين على تسلسل ليعبرهما نفس التيار الكهربائي، يعني على التسلسل، يعني التيار مثلا يدخل منا من هذه ويخرج منا ويعاود يكمل يدخل في الحمراء هنا ويخرج من الحمراء منا، يعني على التسلسل. صح. ولا يدخل من الحمراء ويخرج من الزرقاء كما تحب. صح. إذن ما هي قيمة الحقل المغناطيسي داخل هذه المجموعة؟ داخل هذه المجموعة علل. صح. أنجو نبدأ بنجاوب على السؤال الأول. أولا واش قالوا لنا؟ هل يمكن اعتبار أن قيمة الحقل المغناطيسي في مركز الواشعة معطى، يعني وقتاش نستعمل هذه العلاقة؟ وقتاش؟ ولماذا أعطينا قيمة قطر الواشعة؟ علاش؟ أنا أقول لك لماذا أعطونا قيمة الطول والقطر؟ هيا شكون اللي يخمم فيكم؟ هيا شكون اللي يساعدني باش نحلوا هذا التمرين؟ هيا
خموا خموا مليح معايا، علاش عطاونا قيمه القطر، وقتاش نستعملوا هذه العلاقه او متى نستعمل هذه العلاقه. الفيديو رقم 12، اللي ما قراش الفيديو رقم 12 ما كان له يكمل معايا في هذا، يروح يقراه ويولي صح. انتبه معي، شوف مليح، انا نقول لك نعم يمكننا اعتبار ان قيمه الحقل المغناطيسي في مركز الوشيعه تعطى بالعلاقه هذه. لماذا نقدر نستعمل هذه العلاقه؟ لماذا؟ لان الطول ال، هاي لك ال يساوي 50 سنتيمتر، و القطر لو ديامتر يساوي ماذا؟ 4 سنتيمتر. ها واش قلنا في اخر الفيديو رقم 12 في الاخر كامل؟ عطيت لكم شكلين، ها الواشعه تاع اللي فيها حلقات واللي حلزونيه، يعني امبوبين لونغ، امبوبين لونغ او بيان نسميها سولينويد. اذا احنا واش عندنا؟ عندنا لاحظ عندنا ال راهو اكبر من الدي، راهو اكبر من دي. لا انا كي تكون الان اكبر من دي، اذا هنا واش عندنا؟ عندنا حلزونيه، عندنا حلزونيه ان سولينويد، حلزونيه اي ان سولينويد، او نويد. واش يكون الجواب تاعي؟ نعم يمكننا اعتبار ان قيمه الحقل المغناطيسي في مركز الوشيعه معطى بالعلاقه هذه، تكتبها، لان طولها اكبر من قطرها، طولها اكبر من قطرها، وتكتب له ال اكبر من الدي لو ديامتر. السؤال الثاني طلبوا منا حساب قيمه الحقل المغناطيسي داخل الواشعة، ما علينا إلا نستعمل هذه العلاقة، هذا المكان ما علينا إلا نستعمل هذه العلاقة صح. إذا ثانيا طلع شوية سيجي هكا صح، إذا لدينا عطاونا العلاقة بي تساوي 4 بي في 10 قوة ناقص 7 في الآن في ال اي صح. احنا واش لدينا في التمرين هذا؟ احنا نعرفوا باللي او دي الان تساوي هذه في المسودة، لدينا هذه في المسودة لدينا ان تساوي ان ماجسكول على ال صح. الان واش هي ان ماجسكول؟ هذيك ان وهي عدد اللفات، تساوي شحال عندنا؟ عندنا الف، اي تساوي الف صح. الآل وشن هو؟ هو الطول، عطاونا 50 سنتيمتر صح، يعني الآل يساوي، نوظف المعطيات تاعي وراح نجاوب. قلنا لي بالأخضر هذا قلم رصاص، راني يعني نخدم في المسودة، وهذا راني في البروبر يعني في ورقة الإجابة، تساوي 50 سنتيمتر، لكن نحولها، نحولها، يعني لو جيت هنا هذه العلاقة نبدلها تولي تكتب على الشكل هذا، أي بي تساوي 4 بي في 10 قوة ناقص 7 في أن، في مكان الأن المينيسكول هذيك الصغيرة ندير أن، أن الماجيسكول على أل في إي، هذا مكان، حيث انتبه انتبه معي، حيث هذا الأن هذه هي عدد، قلنا هذه هي عدد اللفات، ها وهذا هو ماذا؟ هو الطول، الطول لكن يكون بالمتر، يكون بالمتر، الامبير اي شدة التيار، تكون بالامبير، عفوا شدة التيار اي تكون بالامبير صح. انا الطول هنا عطاوني بالسنتيمتر، لازمني نحوله الى المتر، يعني 50 سنتيمتر وهي 50 في 10 قوة ناقص 2 متر صح، أو تساوي 0.5 متر، بيسهل لك الحساب صح. أعطوني الشدة، إي تساوي، أعطوها لي 300 ميلي أمبير، 300 ميلي أمبير، يعني في العلاقة تاعي لازم تكون بالأمبير. لاحظ قبل ما نجاوب
اني نوظف في اموري هنا، نسقم اموري كما يحب الخاطر ونخدم. يعني واش تساوي؟ تساوي 300 في 10 قوة ناقص 3 أمبير، هذا مكان، أي تساوي 0.3 أمبير، حتى يسهل لي الحساب. إذا نأتي الآن، قلنا اللي بالأزرق راني في ورقة الإجابة، هادو كامل ما ديرهمش في الإجابة، يعني اللي بالأخضر قلم رصاص هكا مسود، صح. إذا بي تساوي 4، عفوا 4 بي في 10 قوة ناقص 7 في ان اللي هي 1000 على ال اللي هي 0.5، كيما تحب، تحب دير 0.50 في 10 قوة ناقص 2 او دير 0.5، هي نفس، لان هكا يكون الحساب اسهل ومختصر على هذه، صح. وهنا 0.3، ايوة انتبه معي، روح للحاسبة. واه شكون فيكم راهي امامه الحاسبة يمدها لي؟ هاني جبت حاسبة، تحسبوا غير انتم عندكم حاسبة، انا ثاني عندي حاسبة، صح. 4 في، تحب تدير 3.14، تحب اذا كان بالحاسبة من الاحسن هاي بي، هاي اكسبو فوقها بي، هاي بهذا يعني نديرو شيفت، هاي شيفت ونديرو بي، بي في 10 قوة ناقص، هاي الناقص، ناقص هذا ماشي هذا، دائما نقول لكم ماشي هذا، هذا الناقص تاع الاس وهذا الناقص تاع العمليات الحسابية، ناقص 7 ايوة في، انا كيما تحب، تحب تدير في 1000 في 0.3 وتقسم على 0.5 ولا كيما تحب، يعني في 1000 يعني كيف كيف، تقسيم 0.5 في 0.3، هاي 0.3 سهل، اعطتنا 7.539 مضروبة في 10 قوة ناقص 4، احنا ندوروا العدد الى 10 قوة ناقص 2، يتعلموا 7 فاصل كانت 9.3، اذا 7.54 في 10 قوة ناقص 4، ها هي كيف تقرا في الحاسب، صح. 7.54 في 10 قوة ناقص 4 تسلا، هاي انا كملنا مع السؤال الثاني، لا سهل جدا جدا. ننتقل الى السؤال الثالث، واش قالك؟ قالك نضيف للوشيعة وشعة ثانية ممثلة لها، يعني كيف كيف كما هي، لا لتكون وشيعة طولها ضعف الاولى، كنت في البداية فهمتكم، يعني طول تاعها ضعف الاولى نحطوها قدامها، ما هي قيمة الحقل المغناطيسي داخل هذه المجموعة؟ وقلت لكم باللي اللي يجاوب على هذا السؤال راهو فهم الدرس. هاي شكون فيكم واش تقول؟ ثالثا صح، انا الجواب راهو عندي، انا نقول لك يكون لدينا نفس الحقل، يكون لدينا نفس الحقل، اي لماذا؟ كان اللي راهو دار هكا في راسو راهي محطت هذه، او علاه؟ كان اللي دار هذه ها علاه؟ هاي لماذا؟ هيا اتكلموا، هيا اتكلموا، خيطوا لكم فمكم اتكلموا، صح. قلنا طول التحى مضاعف له، عندنا الحالة الأولى قال لك هنا إذا كان في حالة مضاعفة طول الواشعة، يعني الواشعة الأولى كان ربما ما فهمش، ها الواشعة الأولى صح، نجو نديرو الواشعة الثانية، نكملو الثانية، هاي لاحظ، شوفوا انتبهوا مليح معايا، هل الاولى اذا كان
الطول تاعها هو هذا الآل، هذه الطول تاعها مضاعف للأولى، يعني 2 آل. صح، تبعوا معي. إذا في حالة مضاعفة الطول الواشعة واش راح يكون عندنا؟ 2 آل. صح، كي نضاعفوا الطول الواشعة، هنا قالوا لنا 100,000 لفة في الأولى، الثانية كي نضاعفوا الطول الواشعة عندنا آن في الأولى، يعني 1000، يعني هنا ثاني يولي عندنا 2 آن، يولي عندنا 2000 لفة. ها؟ يعني كذلك تصبح لدينا ماذا؟ تصبح لدينا 2 آن. صح، تبع هذه لا، يعني يكون لدينا نفس الحقل. افهم معايا، اذا جينا نحسب الآن، اذا جينا استعملنا هذه العلاقة هكذا، يعني هذه هاي بالآن تاعها كيما راح نستعملوا هذه. صح، اذا جينا استعملنا هذه العلاقة اي بي تساوي 4 بي في 10 قوة ناقص 7 في، يعني في الحالة في المجموعة، يعني 2 آن على 2 آل في إي. الاثنان يروح مع الاثنان، ألا نجد أنفسنا أمام نفس العلاقة الأولى؟ انتبه، ها هي هي هذه عندما نختصر اثنان مع الاثنان. إذا نجد روحنا نصيب روحنا يعني هكا، يعني الآن هذه تساوي 2 آن على 2 آل، أي نجد أنفسنا أن آن تساوي آن على آل. يعني يلي ما جاوبتش صحيح على السؤال هذا، شدة الحقل المغناطيسي هنا لا تتغير، تجد أمامك نفس النتيجة، نجد نفس النتيجة وهي 7.54 في 10 قوة ناقص 4 تسلا. السؤال الأخير الرابع والأخير، قال لك نضع الواشعة داخل واشعة أخرى لها نفس الطول، يعني درنا إنبوبين ودخلنا فيها داخل بوبينة أخرى. صح، باش ندخلوا إنبوبين داخل إنبوبين أخرى لازم القطر تاع وحدة منهم تكون كبيرة على القطر الأخرى، هذه معلوم. صح، عندها نفس، ما دام عندها نفس الطول لها نفس عدد اللفات، أي 1000 لف. صح، لكن القطر تاع وحدة فيهم 6 سنتيمتر والأولى 4 سنتيمتر. صح، نضع الواشعتين أو نوصل الواشعتين على التسلسل، على التسلسل ليعبرهما نفس التيار. يعني كيف على التسلسل؟ على التسلسل مثلا نقول لك هكذا هكذا هكذا، مثلا جسم وجسم يكونوا على التسلسل، لكن لو قلت لك على التفرع الجسم يعني الأولى اون سيري على التسلسل والثانية اون باراليل على التفرع، يعني راح يكون هكذا ويماجيني انت هكذا، احنا نوضعهم على التسلسل ماشي على التفرع، يعني كما قلت في الحالة الأولى. صح، باش يعبرهم نفس التيار الكهربائي، لأن لو درناهم على التفرع تيار كهربائي شد التيار راح تنقسم، راح تنقسم مثلا لو كانت 10 أمبير على التفرع راح في كل وحدة تفوت 5 أمبير، إذا كانوا كيف كيف. إذا ما هي قيمة الحقل المغناطيسي داخل هذه المجموعة؟ وطلبوا منك التعليل. صح، رابعا نجاوبوا هنا، رابعا صح، هنا يا أعزائي الطلبة، يعني هذا السؤال قيمة الحقل الناشئ عن كل واشعة يكون مستقل عن الآخر، يعني الحقل الناشئ، يعني قيمة الحقل الناشئ في الواشعة الأولى تكون مستقلة عن قيمة الحقل الناشئ في الواشعة الثانية. إذن عندنا حقل ناشئ في الأولى وحق، يعني راح يكون عندنا بيئة ويكون عندنا بيدو، يعني والبي الكلي بماذا يتعلق؟ يعني قيمة الحقل الكلي
بماذا تتعلق هنا؟ تتعلق بجهة التيار في الواشعتين. شوف عليها مليح هذه، تتعلق بجهة التيار في الواشعتين، وكذلك تتعلق بجهة لف السلك بينهما. تتعلق بجهة لف السلك بينهما. إذن راح يكون قيمة الحقل الكلي في حالتين، إما مضاعفا، إما مضاعفا يعني اون دوبل، وفي هذا الحالة راح يكون بيساوي يعني الحقل الكلي بيساوي 2 مضروبة في الناتجة اللي صبناها هنا، وهي 7.54 في 10 قوة ناقص 4، يعني سنجدها أي 15.08 في 10 قوة ناقص 4 تسلا. هذه الحالة الأولى، يعني هنا في حالة وشعتين متماثلتين، فهمني مليح، وشعتين متماثلتين ويعبرهم نفس أو تعبرهما نفس قيمة التيار، ويكون في نفس الجهة، نفس قيمة التيار ويكون في نفس الجهة. الحالة الثانية يعني قلنا إما يكون مضاعف أو إما يكون معدوما، معدوما واكتشفنا يعني معدوما أي ب أي الكلي، الكلي يكون يساوي الصفر. واكتش هنا في حالة وشعتين متماثلتين أي تعبرهما نفس قيمة التيار لكن الجهتين تكون متعاكستين، الجهتين تكون متعاكستين. لماذا؟ في الأول قلت لكم أن قيمة الحقل الكلي تتعلق بماذا؟ بجهة التيار، يعني بجهة التيار وين؟ في الواشعتين، وكذلك أي بجهة لف السلك بينهما، أي لف السلك يلعب دور. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.